الفائز بالمركز الأول من نفس الشوط، شوط الناشئين، الفارس عبد الرحمن أحمد أمين على صهوة الجواد كوردانو. So we had the number 7 start, Corrando Anurraman Ahmed Amin for the UAE. The prize 80 cents. ثاني جولة من دون أخطاء في هذا الشوط لعبد الرحمن أحمد أمين في 73 ثانية 96 جزء من الثانية، ما زال لدينا متأهلين اثنين لجولة التمايز. الفارس التالي أيضا من دولة الإمارات، الفارس السعيد الماضي على صهوة الجواد الكوماندوس.